تريد الحلقة الماضية ونرجع لكم مع أول متسابق. جينا نسلم جينا نشوف الحبايب جينا نسلم خير ابو راوي يا هلا والله منورنا وضيف غالي على قلوبنا اليوم استاذ خالد العيسى الله يسعدك يا مرحبا الله يسعدك مذيع بفعاليات في المملكه العربيه السعوديه وخارجها رحبوا معي بالنجم محمد السالم ضامن البرد في يدي. أمي طلبت مني إني أروح أشتري لها خضار وفواكه وعطتني فلوس والشمس مشرقة حلمك علينا تحقيقا يا رب جعلني مذوق فرقها اللهم من عيوب لو ضعيف العافية مني بعيد يا غزل نعلق الوسم في قلبي وراح يحسبني مثل ناس تضيع حقوقها ما دارني صاحي صوتها أحلى مني الأول أو النجم الأول الوجع غربة وأنا عاشق بلادي يا هلا بالموت دام في وطننا عبد الله شلهي بايع وشاري السلعة اللي تجذبك زو التشويق الأصلي أصلي والتجاري يروي القاع بطن المجنة العقربية عقب ما هل فوق اللي يهل العباير لا تقولون في بطن مزون بردية هل برد في الثمان اللي تشوق النظار عذرا إذا حط القطا سهوا على شباككم أو أزهرت في غفلة من منطقة عرعر نجد العذية أسوق نيابة عنها للدار لسيدي سلمان زبن الونية حسين عليش ألف مبروك حصل عليه ألف مبروك الممثل عصام يا دنيا وش سويتي يا دنيا حتى عز الناس تغير وش سويتي يا دنيا ما في ذكريات لأن المركز الأول من نصيب مبخوت ألف مبروك رجعنا لكم مشاهدينا الكرام بعد ما شفتوا التقرير الجميل شكرا نور الشهري شباب